والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، حياكم الله أخواني أخواتي في هذا البرنامج هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الصحبة الصالحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل جليس صالح وجليس سوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. هذا طبعا الموضوع من المواضيع المهمة جدا، اللي هو الصحبة الصالحة للأولاد. أنا كأب ما أقدر أعيش ويا عيالي 24 ساعة، وأنا كأب أو كأم أو كمدرس كمربي ما أقدر أكون في نفس مستوى الأطفال على كل حال. لا شك إن عندهم مستواهم العقلي، وعندهم ألعابهم، وعندهم يعني مثل ما أقول إحنا سوالفهم. طيب، فيحتاجون إلى الأصدقاء، وهذا أمر مهم جدا. طيب، شنو الواجب تجاه المربين؟ اختيار الصحبة الصالحة. فأنا أحرص العيال أن يكون عندك الصحبة الصالحة. يبقى يعني شنو الصحبة الصالحة؟ يعني يقول له ربع زينين، الرفجان يكونوا زينين. شلون؟ يعني يا ولدي اللي ترافجه لازم يكون إنسان يحرص على الصلاة، إنسان يكون متفوق في دراسته، أو خلينا نقول مهتم بدراسته، إنسان يحب حفظ القرآن، إنسان مطيع للوالدين. ما نبي أنا والله رفيجي يكون رفيج ولدي إنسان مهمل للوالدين، أو لسانه بذيء، أخلاقه سيئة. لا، أنا أبي ولدي يكون عنده أصدقاء أهل صلاة وأهل صيام وأهل دراسة وأهل بر. هذا طبعا شيء مهم جدا، يكون عندهم بر للوالدين، عندهم حسن الأخلاق. طيب، وكذلك ممكن يكون عند يعني أصدقاء الأولاد أولادي ناس عندهم همة، يعني ما يكونون مثل ما نقول إحنا سبهللة، لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة، يعني ناس بس يبون يقتلون الأوقات. هذا الأمر طبعا مذموم، ما عنده إلا يلا خلوا نروح المطعم وخل ناكل وخل نقعد وخل نوقف ونسولف. زين، يعني ماكو شيء؟ يعني مثلا ما في قراءة حرة؟ ما في والله إن إحنا نسوي لنا شيء يفيد الأمة يفيد المجتمع؟ تعال والله نطلع لنا فكرة تفيدنا تفيد أهلنا. طيب، هذا أمر ضروري جدا، اللي هو اختيار الصحبة الصالحة. فكما قيل: الصاحب ساحب. شوفوا، الصاحب ساحب. فيعني الكثير من الذين يقعون مثلا في التدخين والمخدرات، شنو راح تلقى وراهم؟ تلقى وراهم الصحبة السيئة. فعلينا أن نتدخل في هذا الأمر. واحد يقول: طيب أنا إيش دراني؟ شلون إيش دراني؟ أنا أسأل عيالي لما يرجعون المدرسة: ها شلونكم؟ شلون المدرسة؟ ها من وياك بالصف؟ فأنت تشوف ولدي ولا بنتي شنو الاسم اللي يكررونه؟ فمعناته هذا رفيجهم، هذه رفيجتهم. طيب، منو اللي يكلمهم بالتليفون، يراسلونه بالمسجات إذا كان طبعا عندهم تليفونات؟ فهذا هو صديقهم. بعدين أسأل: شو اسم رفيجك هذا؟ شو اسم رفيجتك صديقتك؟ والله هذا اسم. وين ساكنين؟ ها هي كبرتك؟ أكبر منك؟ أصغر منك؟ طبعا إحنا نحرص أن يكون أصدقاء نفس العمر. طبعا يعني ما يصير مثلا أنا ولدي عمره 8 سنوات ورفيجي عمره 14 سنة، لا ما يصلح، لازم يكون في مقاربة في السن، يعني نفس السنة أو يكون مقاربة، زايد ناقص سنة سنتين. طيب، هذا رفيجك شلون دراسته؟ شلون ويا الصلاة؟ أنا ما أشوفه مثلا بالمسجد، لا والله يبقى هو يصلي مسجد ثاني. البنت ها شلونها ويا صلاتها؟ شلونها ويا أمها؟ زين، فعن طريق الأسئلة هذه إحنا نعرف شنو أهلنا شنو عيالنا يرافجون. فينبغي علينا أن نحرص على أصدقاء أولادنا عشان الله سبحانه وتعالى يحفظهم. في هذه الحلقات تناولنا الكثير من المواضيع المتعلقة بالأولاد، وكذلك تكلمنا عن مواضيع متعلقة بالمربي، الصفات التي يجب أن يتحلى بها المربي. الموضوع مهم جدا،
والموضوع كذلك حساس، موضوع يترتب عليه المستقبل، مو بس مستقبل العائلة، لا مستقبل البلد، فهم الذين يبنون البلد. فلا بد أن نحرص كل الحرص في بناء أولادنا بدنيا ومعنويا، ولا بد أن نتذكر أن تربية الأولاد عبادة. يعني أنت أي شيء تسويه في صالح أولادك فأنت تعبد الله سبحانه وتعالى، مثل ما الصلاة عبادة والصيام عبادة والصدقة عبادة، كذلك تربية الأولاد عبادة. يعني أنت لما تصبر على عيالك في تربيتهم ترى عبادة، ومثل ما قلنا إحنا قضية شاقة وليست بسهلة، فهذه عبادة. أنت لما تذكر أنها فيها أنها هي عبادة، يعطي شنو عبادة؟ يعني وراها حسنات وحسنات عظيمة. لا مو بس كذي، أنت لما تعلم عيالك وتربيهم على شيء صالح وبعدين هم يسوونه، كل ما يسوونه لك أجر. يعني شلون أنا لما أقول حق ولدي قوم صل وعلمه شلون يصلي، باشر لما ولدي يصلي أنا أخذ وياه أجر الصلاة. لما أنا أعلم ولدي كيف يقرأ سورة الفاتحة، بعدين في المستقبل كل ما يقرأ سورة الفاتحة لي أجر. يعني شنو معناته تربية الأولاد؟ تربية الأولاد معناته أجر مستمر بعد وفاتك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان، هذه حقيقة، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فيجب علينا أن نحرص على هذه الجزئية اللي هي ولد صالح يدعو له، أن في كل صلاة اللهم اغفر لوالدي، في كل صلاة ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، في كل صلاة عسى الله يجزيهم الفردوس الأعلى. طيب شلون هو يدعي لي لما أنا أكون تعبان على تربيته؟ يمكن هو في البداية ما يستوعب الأشياء اللي الأبو والأم يسوونها، يمكن هو يظن والله أبوي وأمي مضايقين علي، لكن باكر لما يكبر ويصير عنده عيال راح يعرف أن هالأشياء هذه كانت عين الصواب. إذن تربية الأولاد عبادة، تربية الأولاد حماية لهم وكذلك حماية لكل المجتمع، هي عبادة لله سبحانه وتعالى عظيمة، وهي كذلك واجب شرعي. تربية الأولاد واجب شرعي مو شيء مستحب، وكذلك تربية الأولاد تكون أساسا على الوالدين، ما يصير واحد ينقط الحمل هذا والله، لا هي مسؤولية المدرسة، هي مسؤولية إمام المسجد، مسؤولية والله الناظر المدرسة، بالطراز الأول يعني بالأساس تكون على الوالدين، الأب والأم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا القيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزين في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا الله سبحانه وتعالى من الراشدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك العيد وأن يجمعنا دائما على الأفراح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الوباء والبلاء، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أميرنا ولي عهد الكريم، وأن يوفق حكومتنا لكل ما يحب الله ويرضاه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.